تمرين مفيد اللي فيه واحد المزج بين الحقل الاكاديمي والحقل السياسي، كيجوا فاعلين سياسيين وكيجوا اساتذه جامعيين لمناقشه 100 يوم من حاصله الحكومه. هذا في حد ذاته ايجابي. طبعا التقليد ديال 100 يوم هو تقليد مرتبط بتجارب ديمقراطيه اخرى، لا سيما في الولايات المتحده الامريكيه، ومن بعد انتقل الى دول اخرى. من الصعب جدا ان نسقطه على التجربه المغربيه. نحن لسنا بصدد تداول على السلطه كما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطيه. الحزب الذي يقود اليوم الحكومه هو حزب كان مشاركا في الحكومات السابقه، وطبعا مشاركا ايضا في تحمل المسؤوليه حول عدد من الامور. الذي يمكن اليوم ان نخضع للتقييم هي بعض الامور ذات الطبيعه الرمزيه، اما المرتبطه بهيكله الحكومه وطبيعتها، وهنا كتبرز الملاحظة الأساسية وهو طغيان البعد التكنوقراطي على حساب الجانب السياسي، مما يضعف قيمة التعاقد المرتبط بالمواطنين الذين صوتوا على حزب سياسية وليس على تكنوقراط. والمشكلة هو أنه بعض التكنوقراط أصبحوا يحملون اللون السياسي لبعض الأحزاب دون أن يشاركوا. أيضا هو الموجودة بين الخطاب وبين بعض القرارات، مثلا الخطاب ديال القرار ديال تسقيف سن المتعاقدين او الذين سيتقدمون الى المباريات المتعلقه بالتعليم، لم يسبقه يعني لم ياتي في البرامج الانتخابيه ديال هذه الاحزاب. لو كان جاء في البرامج الانتخابيه ديال احزاب الحكومه كان يكون عنده مصداقيه، لكن ان يكون قرار من هذا النوع اللي كيقيس الاف الشباب وكيكون يعني مباشره بعد في هذه المئة يوم، يعطي طبعا دلاله على انه ما كاينش هناك ربط بين البرامج الانتخابيه وبين البرنامج الحكومي. ايضا بعض الاشارات السلبيه المتعلقه بسحب بعض مشاريع القوانين ولا سيما المرتبطه بمحاربه الفساد، مثل سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن جريمه الاثراء الغير مشروع، او سحب القانون المتعلق بالملك العام الذي يتعلق بحمايه الأملاك العموميه من العدد من المشاكل المرتبطه بالترامي والنهب الممتلكات العموميه، بالاضافه الى حل اللجنه الحكوميه المتعلقه بمكافحه الفساد. بعض الاشياء ايضا الرمزيه، بعض الوعود اللي كانت كتقول بحل حالات الجانب الحقوقي ولا سيما ما يتعلق باطلاق سراح بعض المعتقلين في الاحتجاجات الاجتماعيه، لم نلحظه على غرار مثلا ما حصل في الولايه الحكوميه ديال 2011 او 2017 حينما تم اطلاق سراح بعض المعتقلين الذين قاموا بمراجعات داخل السجن على خلفيه قانون الارهاب، اذكر ابو حافظ وحسن الكتاني ومحمد الفزازي. ايضا اطلاق سراح شباب الفيسبوك في 2017. اذا اليوم ما كانش واحد الاشارات عندها رمزيه التي تشجع او تعطي انطباع بان نحن امام حكومه لها بالفعل اراده الاصلاح. ولكن مع ذلك انا كما قلت 100 يوم غير كافيه لتقييم الاداء الحكومي، علينا ان ننتظر باقي الخطوات. كاين مشكل ايضا ديال التواصل السياسي والتواصل الحكومي، كنلاحظوا بان هناك واحد الضعف، ضعف ايضا في المبادره التشريعيه. ثلاثه القوانين تقريبا هي اللي كاينه، علما انها مرتبطه بقانون الماليه او مرتبطه ب بعض الامور اللي هي يعني هامشيه وليست اساسيه. اذا هادشي كله كيبقى بطبيعه الحال تمرين سياسي وعلمي، ولكن التقييم الشامل ينبغي ان نعطي الوقت الكافي لهذه الحكومه لكي تشتغل قبل اصدار الاحكام النهائيه حولها. ما كاينش ايضا تواصل كافي فيما يتعلق بارتفاع الاسعار عموما ومنها اسعار المحروقات. هناك مسؤوليه ديال الشرح والتواصل حتى يفهم المواطنون المغاربه لماذا هذا الارتفاع الصاروخي للاسعار. صحيح هناك ظرفيه عالميه، لكن ينبغي ان يكون هناك تواصل اولا، ثم ينبغي ان تكون هناك اراده للحفاظ على القدره الشرائيه للمواطنين التي لا يمكن لاحد ان ينكر بانها وصلت الى مستويات يعني متدنية جدا. ما تنساوش تابوناو لاشين بناسا ومشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.